السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم أصابع مقرمشة مملحة اللي كتجي أكثر من رائعة بالسمسم أو الزنجلان. إن شاء الله غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. تحضروها إن شاء الله في هذا العواشر عاشوراء، الله يدخلها عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي خليوا لي اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، فعلوا الجرس اسفل الفيديو باش توصلوا بجديد الوصفات ديالي، وان شاء الله بقاو معايا نمروا المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير كنحتاجو هنايا 3 الكيسان الا ربع ديال الدقيق، وضفت عليهم معلقه صغيره ديال الملحه. يعني الاخوات انا ما عبرتش بالكيسان ديال العنبه، انا غادي نوريه لكم الكاس ديال هذا المقياسات اللي معروفين اللي كنشريوهم، يعني هما اللي عبرت بهم راه كيكونوا زايدين على ديال العنبه. كنحتاجو 125 غرام من الزبده تكون بحراره الغرفه، ثلث كاس زيت نباتيه، وثلث كاس الماء، الماء عادي. وهنا كنحتاج معلقه صغيره من الخردل المطرد، وكنحتاج هنايا درت الصلصه اللي متوفره عندي ديال الحار او كتعملوا الهريسه، وكنحتاجوا القليل من الفلفل الاسود. هنايا عندي ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه، وغادي نحتاج صفر البيضه وابيض البيض. كمرحله اولى غادي نضيف الدقيق، يعني كما شرحت لكم الاخوات راني عبرت بهذا الكيسان ديال هذا المقاييس. كنضيف الزبده، الزبده دائما تكون بحراره الغرفه باش كتسهل عليكم الدمج ديالها. كنضيف الزيت، من بعد كنضيف الفلفل الاسود كما كتشوفوا، يعني معلقه صغيره، ماشي معلقه صغيره الاخوات، نصف معلقه صغيره ديال هذا الملحه ديال الخميره الكيماويه عفوا. صافي كندمج هاد المكونات جيدا حتى كنرمل هاد الدقيق مع الزبده مع الزيت. من بعد ما كنرمل هاد الدقيق كما كتشوفوا هذا هو الكاس الاخوات اللي عبرت به، يعني راه كيكون زايد على العنبه تقريبا، ماشي تقريبا، يعني كيوزن ب 140 غرام، يعني بالنسبه لكوب ديال العنبه راه غير 80 غرام اللي كي هكذا ديال الدقيق. صافي هنايا غادي نضيف صفار بيضه، كنضيف هاد الصلصه الحاره ملعقه صغيره، والمطرد، كندمج هاد العناصر. من بعد غادي نضيف الماء على حسب الخلط، على حسب هذا يجمع لي هاد الخليط، يعني ودائما كما كتشوفوا يعني غادي راه كنجمعها غير بالرؤوس ديال الاصابع باش كتبقى لي هاد العجينه كتجيني مرمله. كما كتبان لكم العجين كنحصل عليه على هاد الشكل هذا، ودائما الاخوات كيبقى دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي كنحصل عليه على هذا الشكل. من بعد غادي نقسمها على جوج، كنفرج واحد الورق غذائي فوق سطح العمل، وكان هذا كنضيف العجين. من بعد كنضيف الورق الغذائي من الفوق، غادي نبسط هذا العجين، غير هي العجين ديال هاد الاصابع، يعني ما خصناش هكذا نبسطوها رقيقه، يعني كتبقى لينا شويه هكا السمك ديالها غليظ.
صافي. من بعد الاخوات غادي نقطعها يعني على شكل مربع، كنقطع ليها هاد الجوانب. ومن بعد غادي نقطعها على نصفين على هاد الطريقه هذه. يعني كما كتبان لكم راح الطريقه راه سهله، وكنحصلوا على واحد الاصابيع صراحه كتجي مقرمشه ولذيذه بزاف. وكما كتلاحظوا كنقطعها على هاد الشكل هذا. صافي انا غادي نبقى مستمر بنفس الطريقه. من بعد كندهنها من الفوق بابيض البيض، وغادي هذا نرشها بالزنجلان بالسمسم. يعني كما كتبان لكم راه الطريقه سهله مهله. من بعد كما كتشوفوا يعني ضروري كتغبروهم مزيان مزيان، هذا كتنزلوا عليهم الزنجلان، ومن بعد كتبسطوهم على هذا بالاصابع ديالكم باش كيتبت هذاك السمسم كما كتشوفوا على العجين. صافي وهنايا كما كتشوفوا راه الطريقه سهله باش كتنزلوا على يعني كنهزوا بحال ما هكذا بالسكين. صافي وكنستفوا في الصينيه للفرن. صافي كندخلهم للفران، درجه الحراره كتكون 150 يعني كتكون متوسطه باش كيجيكم هاد الاصابيع كيجيكم الاخوات مقرمشه، وكتخليوها حتى كتحمر وكتاخذ اللون الذهبي. وكما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه لهاد الاصابيع المقرمشه المملحه اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي تجينا لذيذه 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 بزاف. يعني ان شاء الله غير جربوها كما شفتوا في الفيديو، راه سهله مهله في التحضير ديالها، مكونات ديالها اللي بسيطه كتكون متوفره في كل بيت. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وكنتمنى الاخوات ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. وبسلام عليكم، خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.